بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع الشابيتر تاع لا راديو اكتيفيتي، التحولات التفاعلات النووية مما يسمى النشاط الإشعاعي. دون سيت دوزيام فيديو، بون سي اون فيديو بي لانغ فرونسي عربي، يعني هذا الفيديو راح يكون مزدوج اللغة، نعطيكم الدرس باللغة الفرنسية و نحاول كما الفيديو اللي جاز ان نلقموا باللغه العربيه اللي نقدر عليها نترجمها، يعني نعطيكم. باش الهدف من هذا الفيديو، انا مانيش استاذك، راني بالجامعه في لونفيتياد، لا، انا راني في اليوتيوب، راني نساعد فيك باش تتاقلم على المصطلحات باللغه الفرنسيه واللغه العربيه. في هذا الدوزيام فيديو هذه رايح نتطرق إلى أنواع التفككات التلقائية، أي التفككات الطبيعية بالطبع، لي ديفيرون تيب دو ديزانتيغاسيون ناتورال، أو بيان أون دي لي ديفيرون تيب دو راديياسيون دو راديو أكتيفيتي ناتورال. بون، لا راديو أكتيفيتي ديفيني كوم إيتون لا بروبريتي كون سيغتان نويو داتوم، ماشي كامل مي سيغتان نويو داتوم، دو سو ديزانتيغري، لا ديزانتيغاسيون هي التفكك، دو سو ديزانتيغري، بيان، واش قلنا ديزانتيغاسيون هي التفكك. كاين بعض الذرات ماشي كامل اللي يتفكوا. بون، قلت certains noyaux d'atomes, ils ont la propriété de se désintégrer de manière naturelle, يعني طبيعيا تتفكك طبيعيا وحدها, et d'émettre spontanément des particules alpha, des particules bêta, bon bêta moins bêta plus, et des neutrons qui échappent l'émission gamma. Des neutrons et aussi des rayonnements électromagnétiques gamma, parce que l'échaat gamma est l'échaat caromagnétique. Ou les deux à la fois. Yani alpha ou itibou gamma, ou la bêta ou itibou gamma, ainsi de suite. Donc, cher élève, la radioactivité peut être naturelle ou artificielle, يعني هذه التفاعلات النشاط الإشعاعي هذا أو التحولات النووية هذه تقدر تكون طبيعية كما تقدر تكون اصطناعية أو كما كان يقولوا صناعية. Donc la désintégration radioactive spontanée d'un noyau instable, لأنه مؤقتة، instable غير مستقر، ذرة غير مستقرة، نسموه لو نوايو بير، يعني الاب، النوايو اب، الكوندوي ان نوايو فيس، اي الذره الابن، افيك بيان سور ايميسيون دو بارتيكول، يعني انبعاث جسيمات الفا ولا بيتا او دي غيونمون الكترومغنيتيك غاما. دونك اون جينيرال ليكواسيون de désintégration s'écrit, يعني معادلة التفكك نكتبها على الشكل هذا، x a z تعطينا، يعني هذا لو نوايو بير، النواة الأب، تعطينا النواة الابن a1 y a1 z1 plus p كي الجسيم لا بارتيكول إميز a2 et z2. Donc عندنا X هنايا سي تان نوايو، هذا لو نوايو انستابل، انستابل نواة غير مستقرة، نوايو انستابل نواة غير مستقرة، كون لابيل نوايو بير، ترا فوالا نواة، ولا لا لا نكتبو النواة الأب، أن نواة الأب غير
مستقرة. طيب غير مستقرة، وعندنا هذا الإجريك سيتا نوايو ستابل مستقر، نواة مستقرة، نوايو ستابل ونابل نوايو فيس، نوايو فيس أي النواة الابن، النواة الابن المستقرة. طريب يا. أما هذيك بي هذيك ستون بارتيكول إميز، ستون بارتيكول إميز معنتها جسيم منبعث، جسيم منبعث، يقدر يكون ألفا يقدر يكون بيتا، يعني هذا بي يمكن أن يكون جسيما مثلا مثل جسيم ألفا، جسيم بيتا موا، ولا جسيم بيتا بلس. كنا عارفوا بلي جسيم ألفا هو الهيليوم وبيتا موا هو الإلكترون السالب وبيتا بلس هو الإلكترون الموجب اللي هو البوزيتون. تريمي معناتها واش كنت نهضر بالفرنسي قبيله، أن النشاط الإشعاعي الطبيعي، الطبيعي لأنها تفككات الطبيعية بيان سور، هناك في الطبيعة أعزائي الطلبة عندنا أنوية مستقرة وأنوية غير مستقرة، هذه على بالنا بها كما قلنا في الفيديو السابق. إذن هذه الأنوية الغير مستقرة تتفكك تلقائيا، إذن كي تتفكك تلقائيا نقول عليها بلي هي أنوية مشعة، صح. إذن هذه الأنوية يعني أو الخفيفة فيها، أنوية الخفيفة اللي هي غير مستقرة، هذه تبث إلكترونات واللي تعرف بالدقائق بيتا موان، هذه اللي تكون الأنوية اللي تكون خفيفة شوية، هذه تعطينا تبث لنا الإلكترونات اللي نرمز لها ببيتا موان. أما الأنوية الثقيلة تبث لنا واحد الأنوية تاع الهيليوم واللي نعرفها بالإشعاع ألفا، صح. مرات هذا الإشعاع ألفا وبيتا يعني يتبعوا واحد البث تاع فوتونات، وهذه الفوتونات تكون شديدة الفعالية تشكل لنا الإشعاع غاما. طيب إذن باختصار واش تشد عندك باللي غالبا الأنوية تكون غير مستقرة تتحول إلى أنوية مستقرة، يعني على حسب المعادلة اللي رأي أمامي، معناتها الأنوية تكون غير مستقرة كما النواة الأب اللي رأي أمامك، ومن بعد تتحول إلى أنوية مستقرة بشكل تلقائي كما النواة الابن اللي رأي أمامك، هذا يكون عن طريق آلية التفكك. هذا بالطبع يؤدي إلى انبعاث الإشعاعات ألفا ولا بيتا بلس بيتا موا ولا الإشعاع غاما. طيب لي لوا دو كونسيرفاسيون دو سودي، قلنا دو لوا كاين قانونين، قانون الانحفاظ، قانون الانحفاظ اللي أو قانون صودي، قانون صودي. طيب دونك اون رياكسيون نوكليير كما اللي شفناها من قبل سو دو دو ريسبكتي سي لوا سي دو لوا دو صودي، يعني في كل تفاعل نووي يتحقق قانون أو تتحقق قانون الانحفاظ. عندنا لا بروميير لوا هي لا لوا دو كونسيرفاسيون دو نومبر دو نوكليون ا، معناتها او بيان اون دي لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس ا، معناتها انحفاظ عدد النوكليونات أي انحفاظ العدد الكتلي ا،
انحفاظ عدد النوكليونات اللي هما أو بينقلوا انحفاظ، هذا القانون الأول، انحفاظ العدد الكتلي A. طيب ça veut dire que A est égal à A1 plus A2. نعاود نكتب الـ نكتب المعادلة لهنا ليكواسيون تاع قبيلات باش واحد تفهمو هكا. A زد هذه النواة الأب نوايو بير تعطينا نوايو فيس A1 et A2 plus P اللي هي الجسيم منبعث le particule émis A2 et Z2 une particule نقولو صح ما عليناش. بون القانون الثاني la deuxième loi c'est bien la loi de conservation du nombre de charges Z زد يعني مع الأول عندنا لا لوا دو كونسيرفاسيون دو نومبر دو نوكليون يعني عدد النوكليونات مي هنا زاد عندنا لا شارج صح أو انحفاظ العدد الذري القانون الثاني وهو انحفاظ العدد الذري. طيب سافو دير زاد ايتيكال ا زاد ان بلوس Z2. C'est bon. Donc, cher élève, en fonction de la nature du rayonnement émis, on peut distinguer, يعني حسب طبيعة تفاعلات النووية المنبعثة أو نعطيكم الآن أنواع التحولات النووية التلقائية أو بما تسمى أنواع التفككات. On commence par la radioactivité alpha. أي تفكك ألفا تفكك ألفا صح ألفا هذا هو الرمز تاعو و بيان اون دي إيميسيون ألفا إي ميسيون ألفا تري بيان دونك دون لا راديو أكتيفيتي ألفا لي نوايو تخي لوغ لي نوايو تخي لوغ كنت قلت لكم باللي المره اللي جازت باللي لي نوايو اي ذرات ثقيله جدا الزاد تاعها يكون اي في نهايه الفيديو اللي جاز يكون اكبر من 84 ولا تصيبهم ولا الزاد يكون اكبر تماما من 83 يعني اكبر او يساوي 84 ولا يعني نفسها داكور دونك لي نوايو تريلو سو ديزانتيغ اون نوايو بلو ليجي يعني ثقيله تتفكك الى أنوية خفيفة أكثر خفة. Donc, des noyaux sont des radioactifs alpha s'ils émettent des noyaux. يعني نقولوا عليهم باللي radioactif alpha إذا أعطوني الهيليوم HE 4 يعني هو الجسيم المنبعث بالطبع اللي هو alpha. طيب. يعني نزيد نوضح لك باللغة العربية. هذا التفكك أو التفكك ألفا هي دقائق تنتج عن الأنوية الثقيلة اللي هي مشعة أي مشعة طبيعيا والزاد تاعها كما قلت يكون أكبر أو يساوي 84 وهذا الأنوية الثقيلة أو هذا التفككات ألفا تمتاز بطاقة كبيرة وعندها قوة اختراق ضعيفة الطاقة تاعها كبيرة بصح قوة الاختراق تكون ضعيفة كما قلنا هي تمثل أنوية الهيليوم كي نقول ألفا كشغل قلت الهيليوم صح وكيفاش نقولو هي تفكك طبيعي يصاحبه انبعاث نواة الهيليوم هكا تقدر تقول يعني هي ضعيفة النفاذية نقدر نوقفها بورقة بصح خطيرة ضعيفة النفاذية هذه التفككات ألفا بصح خطيرة باش تكون دير حسابك صح إذا تلاقيت بها بالزنقة ولا قالوا دي بعد
صح، لأنه كاين عباد خلقهم ربي كما التفككات ألفا، وكي هكا ضعيف النفاذية بصح خاطئ. بون عندنا إكس هكا تعطينا النواة الأب، تعطينا النواة الأم، الإبن عفوا قلت لك الأم الإبن، ومن بعد انبعاث جسيم الهيليوم. صح، هذه عندنا أ وهنا زد، هنا الهيليوم تعطينا كات إي دو، صح اللي هو ألفا طريبة، جسيم انبعاث جسيم ألفا. دونك لهنا انتبه مليح، لهنا عندنا أموان كات، ولا هنا زد موان دو طريبيا، معناه كون نجي للمسودة يعني قانون صودا أن إتيقال أ موان كات، زد أن إتيقال أ زد موان دو. دونك أن أن لو نومر دي نوكليون دي نوترون بلوتو إتيقال أ أن موان زد 1. Donc, il est égal à A. A1, ça veut dire A moins 4. Et Z1, ça veut dire Z moins 2. Moins Z moins 2. Donc, N est égal à A moins Z moins 2. Très bien. Donc, هنا أعزاء الطلبة في معادلة التحول النووي اللي راي أمامنا، النواة تفقد دو بروتون اي دو نوترون، يعني بروتونين ونوترونين، نقدروا نكتبوها كيما هكا، دو نوترون هذا الان فوق وهذا الصفر، طريبيا دو نوترون دو بروتون. لا ربما كان يتساءل استاذ علاه نديروا ذي الان الواحد والصفر، تحت واش معناها الصفر، الزاد واش نقصدو بها، نقصدو بها الشحنة، إذن هذا النوترون الشحنة تاعو تساوي الصفر، الشحنة تاعو تساوي الصفر، والكتلة تساوي واحد، يعني هذا الجسيم شحنته تساوي الصفر، هاي وراهي، وكتلته تساوي الواحد، صح، زائد دو بروتون، أي دو نوترون، بلس دو بروتون بي مينيسكول ماشي ماجيسكول، شحنة أي الكتلة واحد والشحنة واحد، تعطينا الجسيم، تعطينا هذا الجسيم HE اللي هو 4 و2 اللي نقصد به ألفا، هذا واش نقصد به، معناتها كاين هنا فقدت أي التحول هذا، النواة تفقد دو بروتون وتفقد دو نوترون. نعطيكم دي زيكزومبل، اكزومبل عندنا لورانيوم 238، لورانيوم كاين امور مكلها ترجمها للعربيه هي باينه، لورانيوم 238 نسمو 238 على حساب الا تاعو. دونك هذا لورانيوم 238 اي نوايو راديواكتيف الفا، يعني هو ذرة ذات التفكك النووي ألفا، صح. عن باريزومبل نقولو U238 كيما نقولو الكربون 12 كربون 14 على حساب الـ A تاعو، وين عندنا زد 92 طريبيا، زد 92 واش يعطينا؟ يعطينا لو طوريوم، هذه بون لورانيوم هو النواة الأب، لو نوايو بير يعطينا لو نوايو فيس الابن، نواة الابن يعطينا لو طوريوم 234، علاه 234 استاذ؟ وعلاه لهنا 90 بلس لو هيليوم، شوف مليح واش كتبنا الفوق، وقانونا صودا بيان سور، عندنا 238 ايتيغال ا 234 بلس 4. Donc A1 est égal à A moins 4, 234 est égal à 238 moins 4.
comme Z1 est égal à Z moins 2. Donc, là, هنا, واش عندنا? عندنا Z qui est 92 est égal à Z1 90 plus 2. Très bien. Donc, ces particules alpha sont, qui m'appellent la roulette, sont arrêtées par quelques centimètres d'air ou une feuille de papier. Mais elles sont très ionisantes et donc dangereuses. On peut dire comme Kubilab, lui, عندها طاقة كبيرة ونقدر نوقفها ببعض السنتيمتر من الهواء أو بورقة بورقات كفي. وعلاش خطيرة جدا؟ لأنها قلنا السنتري إيونيزونت يعني تتشرد بسرعة، تتولد تتشرد بسرعة. إذن مادام تتشرد بسرعة إذن فهي خطيرة. نعطيكم مثال آخر، لو غادون، لو bleu, le radon 222, le radon 222. هذو كامل سي دي زيزوتوب، نظائر تاع اليورانيوم، نظائر تاع الرادون الى اخره. كذلك لو رادون هذا 222 اي نوايو راديو اكتيف الفا، وكذلك ذره ذات تفكك الفا. عندنا ار ان، لو رادون الرمز تاعو نواه الاب، ها le noyau père 222 a égal 222 Z 86 yatina le polonium PO. Donc 222 moins 4 tatina 218 et 86 moins 2 tatina 84 plus donc le noyau fils l'ibn plus le hélium. Très bien. Parfois, هذو التفككات كما قلنا باللي نصيبوها مصحوبة بالتفكك الفا غاما، كانت تكون مصحوبة بالتفكك غاما، نشوفوه مستقبلا ان شاء الله. نزيد لكم تروازيام اكزومبل ونروحوا للتفكك الثاني. Par exemple, le polonium. شوف هنا يا le radon 222 عطانا le polonium 218 وعندنا النظير تاعو ليزوتوب تاعو le polonium. Le polonium 210. شو عندنا le polonium 218؟ يعني أقل، يعني مستقرة تقدر تقول. الرادون ما كانش مستقر، عطانا يعني نواة الابن أقل، يعني أكثر بلوتو استقرار على النواة الأب. هنا عندنا ليزوتوب تاع البولونيوم 210، هذا الأب يعني غير مستقر، انستابل. دونك بي او بولونيوم 210 توجور، لاحظ 84، لاحظ ايزوتوب، انتبه لي زيزوتوب زاد تاعهم كيف كيف لي زيزوتوب. هذا اللي منا مستقر، هذا لا او اكثر استقرار، هذا لا سامب با دير انه هنا معناتها راهو هنا راهو مستقر، لا يقدر يكون اقل استقرار من الرادون. لان نشوفوا في العائلات، ومن بعد العائلات هذو لي فامي راديو اكتيف، نشوفوا باللي الرادون يعطي بولونيوم، بولونيوم يمد واحد اخر واحد اخر واحد اخر واحد اخر حتى يستقر. صح. اذا لو بولونيوم هذا كتر، دونك النظائر تختلف، لا تختلف عندها نفس الزاد، تختلف في ماذا؟ في الا العدد الكتالي، عدد الذري هو نفسه. صح، هذه مفهومه. واش يعطينا؟ يعطينا البلوم الرصاص، يعطينا البلوم، يعطينا البلوم 206 باسكو 210 موان 4 210 و 84 موان 2 82 بلس لا بارتيكول هيليوم، اي الجسيم المنبعث اللي هو الهيليوم. ننتقلوا الان
الى التفككات بيتا. عندنا زوج، عندنا بيتا موا وبيتا بلس، وبيان لي راديو اكتيفيتي بيتا، اون بيتا موا اي بيتا بلس. بصفه عامه اي غروسو مودو لا راديو اكتيفيتي بيتا او بيان اون دي لا ترانسفورماسيون ايزو باريك، نسموها لي راديو اكتيفيتي بيتا كامل كيما راهم للزوج نسموهم لي ترانسفورماسيون ايزو باريك. ايزو باريك طريبي. بون هادو لي راديو اكتيفيتي بيتا ريزولت، يعني منين جاو او تنتج ريزولت دان ديزيكيليبر ترو امبورطون انتر لي نوترون اي بروتون دون لو نواي. منين يجو؟ يجو من واحد الفوضى ديزيكيليبر صار داخل النواة، يعني صرا فتان كبير، يعني القراضة صرا بين النوترونات والبروتونات. أصراني نقول لك واحد الدواء سواد يا ودي كشايف حضروا فيها كذا. إذن هما وبيان دونك سو سون دي ترانسفورماسيون سون شانجمون دو نومبر دو ماس. في هذه التحولات بيتا سواء بيتا بلس ولا بيتا موا، العدد الكتالي لو نومبر دو ماس ا يبقى كيما راهو ما يتبدلش فيهم للزوج. دونك اون ديستينك عندنا راديو اكتيفيتي بيتا موا وبيان دي كيما قلت لكم قبيله ايميسيون تفكك ايميسيون بيتا موا يعني بصفة عامة. هذا التفككات بيتا سواء بيتا موا ولا بيتا بلس أعزائي الطلبة هي جسيمات نووية تصدر أخف الأنوية الثقيلة، يعني من بين الأنوية الثقيلة تصدر اللي خفيفة فيها، وهي نوجدهم للزوج أقل تأيونا. بصح أتونسيون هي أكثر نفاذا من الإشعاع ألفا. ألفا خطير بصح بورقة تحبسه، هذه لا تفوت في ذيك الورقة، يعني هي أكثر نفاذا. دونك اون ريست دون لا راديو اكتيفيتي بيتا موا. Ce sont bien des noyaux sont dits radioactifs bêta moins s'ils émettent des électrons qu'on note E0, A est égal à 0 et la charge moins 1, la masse 0 et la charge moins 1. On les appelle les négatons. Négatons. Donc, très bien. Donc, cette radioactivité, elle se manifeste lorsque le noyau présente un excès de neutrons. Et donc, nous allons vous expliquer en arabe. Ce qui est le tafakkuk bêta moi, c'est le tafakkuk talaba tabi'i. Daïman, le tafakkuk que nous avons expliqué est tabi'i. Il y a un tafakkuk انبعاث إلكترون من النواة، أكد لي على هذه، يعني هذا الإلكترون ماشي اللي راهو في الذرة، انتبه. لا قلت لكم مرة اللي جازت كلمة الذرة لاطوم خاطينا هنا أكد لي في الشابيتر تاع لا راديو اكتيفيتي نوايو نواة فقط، أكد لي على هذه. دونك هذا الإلكترون السالب اللي راكم تشوفوه اللي يسموه لي نيجاتون منين جا من النواة. نعم جا من النواة، وكاين امور اخرى راهي موجوده في النواة، يعني نروحوا شيئا فشيئا. واش معناه؟ معناتها يتحول النوترون الى بروتون، لانه راهي صاريه كبيره داخل في النواة، إذن راح يتحول النوترون إلى البروتون ويحرر لنا، أي هناك تحرير
إلكترون سالب كما راكم تشوفوا، الشحنة تاعو ناقص واحد وكتلته صفر. إذن هذا التحويل يكون حسب المعادلة التالية اللي راح نكتبها لكم، اللي هي النوترون، النوترون اللي الكتلة تاعو واحد والشحنة تاعو صفر يتحول إلى بروتون بي مينيسكول، أي الحرف الصغير وليس الكبير. أسيدي نهبطها شوية هكا باش الناس كامل تفهم، يعني الكتلة واحد والشحنة واحد زائد إلكترون، أي هذا الإلكترون السالب اللي جاء من النواة. متفاهمين؟ مع هذا قلنا مرات راح يكون عندنا انبعاث طاقة انرجي بلس اون انرجي. دركو نشوفو واش من انرجي، لا بليبار دي طون سي بيان غاما انرجي، ولا نزول هكا وهذا البي هكا صفر صفر، ولا نديرو هذه ونديرو لها هكا نفس الشيء اللي نسموه لو انتي نوترينو. هذا نسموه الفي، هذا اللي داخل في بار نسموه انتي نوترينو. فكرتني في بار تاع الاحتمالات، يعني هنا عندك انبعاث طاقة، انبعاث طاقة اللي هي تكون مصحوبة معها اللي هي طاقة تاع غاما، كي الشحنة كي الكتلة صفر صفر صح. علاش قلنا هذا الالكترون جاي من نواة؟ باسكو il n'y a pas d'électron dans le noyau bien sûr، هذه نعرفوها بلي لا يوجد الكترون في النواة. مي le noyau peut en émettre en transformant un neutron excédentaire en un électron et un proton. معناتها واش راني نقول بالفرنسي؟ معناتها يا ودي على بالنا بلي ما كاش الكترون في النواة، بصح النواة تقدر تعطينا إلكترون. كيفاش تحول لنا النوترون هذاك لو بالزيادة واللي النار رايشة على فيه وما بغاش يريح، تحول جدو تحوله إلى إلكترون وبروتون كما رانا نشوف. إذن معادلة التحول النووي كيفاش تكون؟ تكون على الشكل التالي، أي نكبروا الحالة باش تبان ونديروا بالأزرق هكا هكذا. الأب يعطينا أي لو بير يعطينا لو فيس بلوس إلكترون. هانا جاي نصغروا الحالة، يعني هنا أ زاد أ، قلنا في الراديو أكتيفيتي بيتا للزوج يبقى الأ كيما راه عدد الكتلي، الشحنة زيدوا لها حبة يعني يزداد العدد الشحني للنواة المشعة بمقدار واحد، بينما العدد الكتلي يبقى ثابت كما رانا نشوف. صح، طاتلنا إلكترون سالب صح النيجاتون اللي هو بحد ذاته بيتا موان، بيتا موان كي نقولوا بيتا موان معناتها إلكترون سالب، ونقولوا بيتا بلس معناتها الكترون موجب بوزيتون، وكان يسموه بوزيتون باردون. دونك بارفوا بارفوا عندنا واش قلنا كاين انبعاث طاقه اللي هي بلس او في باغ 00 اللي هي هذه، يعني جايين علاه رانا باسكو انا جايين صح. دونك واش نقدر نقولوا باللي الانويه اللي تصدر هذا الاشعاع بطموة هي التي لها فائض في في النوترونات، يعني اللي تعطينا هذا الاشعاع بطموة الالكترون السالب هي الانويه اللي عندها النوترونات بالزياده. هذا واش نعرف؟ عندها النوترونات بالزياده تعطينا بطموة، يعني تعطينا بروتون زائد الكترون سالب. هذا التفكك أعزائي الطلبة له نفاذية معتبرة كما قلت لكم قبل، نفاذية كبيرة، يحب يقول نقدروا نوقفوه يعني أكثر من ألفا، ألفا بورقة هذا نقدروا نوقفوه
نقدر نقول بضعة سنتيمترات من الألومنيوم نقدر نوقفه. par exemple bon en français les particules bêta moins sont assez peu pénétrantes, elles sont arrêtées par quelques centimètres d'aluminium parce que les املين نهضر بالفرنسي ولا نهضر بالعربي لانه كاين ناس اللي تبعوني وراسلوني ويتبعوني بالفرنسي وما يعرفوش العربيه دونك نضربوا حجرين بعصفور. Et vous êtes les bienvenus. Bon. Donc, on attend quelques exemples. Exemple. On a le cobalt 60. Le cobalt. Le cobalt, c'est les appareils à la médecine. Bzef, bzef. Allez, je vais comme la médecine. ستركتور دو لا ماتيير اللي يقرا بيولوجي ستركتور ماتيير اللي يروح للالكترونيك عنده علاقه. انت يا لاباري اللي يديروا به الراديو هذيك الاشعه هذيك اكس والاخر شكون صنعوا هذاك اللي يخدم فيه؟ لا ويعرف يصورك ويقرا الراديو الطبيب كيف صنعوا. دونك سا ديبون ان انفورماتيسيان في الدومين او بيان ان الكترونيسيان الكترونيك اندستريال. دونك لاحظ باللي انتما كجامعيين في السنه الاولى تكوين القاعده المشترك يعني عندك تخصصات وحده اخرين تستناك يعني تقدر من لا ليسونس ولا لا راك دير مهندس يعني في السنه الثانيه تروح التخصصات على حسب واش قريت صح. اذا دونك اون ا لو كوبالت 60 سي او 60 زد 27 واش يعطينا؟ هذا فيه النوترونات بالزيادة. إذن مادام فيه النوترونات بالزيادة واش عطانا؟ يعطينا النيكل لو ان اي لو نيكل 60. قلنا الأ هذو لي راديو اكتيفيتي بيتا او تفككات بيتا الأ ما يتبدلش وقلنا زاد تزيد بحبة دونك 6 نزيدو 27 نزيدو لحبة دونك 28 طيب صافي دير عطانا الابن وعطانا بيان سور الالكترون السالب اه طيب اللي نسموه لو نيجاتون. شو عندنا؟ نيجاتون وعندنا لو بوزيتون. نيجاتون الالكترون السالب بوزيتون الإلكترون الموجب. انتبه مليح نيغا لو بريفيكس السابقة نيغا جاية من كلمة نيغاتيف سالب بوزيتون بوزي لو بريفيكس بوزي جاي من كلمة بوزيتيف إذن نيغاتون نيغاتيف بوزيتون بوزيتيف سي بون. بيان سور قلنا هذه سي قلم ازرق هذه سي بيطا موه. شوفوا ان اوتر اكزومبل لو كربون 14 لو كربون كربون افيك او 14 تري بيان لو كربون 14 سي 14 افيك زد كيت ايغال ا 6 يعطينا الازوت ان يعطينا الات تبقى كيما راهي 6 بلس 1 7 لو يعطينا الكربون 14 يعطينا الازوت 14 الكوبالت 60 يعطينا النيكل 60 الات تبقى كيما راهي بلس بيان سور لو نيجاتون. طيب اون برون اوتر اكزومبل لو فوسفور phosphore le phosphore 32 le phosphore 32 32 avec le Z15 donc ça nous donne le soufre kbrit yebqa kima huwa et le soufre 32 15 plus 1 ça nous donne 16 plus le négaton voilà.
كملنا مع لا راديو اكتيفيتي بي موان، راديو اكتيفيتي بي بلس، راديو اكتيفيتي بي بلس اون بي اون دي ايميسيون بي بيتا بلس، بيتا بلس باردون، ايميسيون بيتا بلس. Cette radioactivité, chers élèves, ne concerne que des noyaux artificiels, c'est-à-dire des noyaux engendrés par des réactions nucléaires qui possèdent trop de protons. Bêta moi, عندها بزاف النوترونات، هذه عندها بزاف البروتونات. Donc, artificiel. Donc les réactions nucléaires artificielles sont réalisées par l'homme en laboratoire. معناتها هذا التفكك بيتا بلس ناتج عن تفاعلات اصطناعية فقط منجزة من طرف الأخصائيين في المخابر. يعني هذا الإشعاع بيتا بلس غير ممكن طبيعيا. هاني كوبيتالك صح، وهذه قلنا فيها البروتونات بزاف، بيتا موان فيها النوترونات بزاف، هذه فيها البروتونات بزاف. يعني في الأخرى النوترونات هي اللي تقبح، حولوا جدها البروتونات. في هذه عندها البروتونات هي اللي بالزيادة وتقبح، حولوا جدها النوترونات. دونك دي نوايو sont dits radioactifs bêta plus s'ils émettent des positons. يعني نقولوا عليها باللي تفكك بيتا بلس اذا كان هذا التفكك الطبيعي يتمثل في انبعاث البوزيتون. واش هما لي بوزيتون؟ بو كما قلت لكم قبيله بوزيتون، ديبوزيتون افيك اس بيان سور، هو الالكترون الموجب. كي السالب تاع قبيله كي الموجب يخرجوا من النواه. شوفوا مليح، عندنا هاي النواه وهاي الذره كامل الالكترونات يدوروا. خاطينا هذو مانيش نقصد هذو اللي لهم الداخل، وين البروتون وين النوترون يخرجوا منا هنا الداخل، يخرجوا منا هذا البوزيتون والنيجاتون. صح طريبيا. دونك سيت راديو اكتيفيتي توش لي نوكليييد ان نوكليونات بريزونطون ان اكسي دو بروتون، يعني الانويه التي تصدر هذا الاشعاع بيتا بلس هي التي لها فائض في البروتونات. سي بون، بيتا موان عندها فائض في النوترونات، هذه عندها فائض في البروتونات. لو بروتون اكسيدونتير، يعني البروتون اللي راهو بالزياده اللي راهو فائض اكسيدونتير، او اكس سي اي دي او ان تي ا اي ار او، سو ترانسفورم اون ان بوزيتون اي ان نوترون سويفون la formule suivante ou bien le bilan suivant. Donc on a un proton معناه يتحول للبروتون، هنا عندي هذا البروتون المشع اللي راك تشوف فيه يتحول في النواة المشعة، البروتون هذا يتحول في النواة المشعة الى نوترون، الى نوترون بروتون كتلة واحد شحنة واحد، نوترون كتلة واحد شحنة صفر، وتحرير إلكترون موجب اللي هو لو بوزيتون زائد أن بوزيتون اللي عنده الكتلة صفر والشحنة زائد واحد. بيان سور اون تروف إيميسيون دينرجي، انبعاث طاقة، في بار اللي هو لونتي نوترون صفر صفر، قلت لكم هذا هو غاما هكا صفر صفر، نقدروا نمثلوه كيما هذه، نقدروا نمثلوها هذه غاما كامل كيما راهي. صح طريبة. إذن هنا راح تكون عندنا معادلة التحول النووي عفوا كيما هكا، استنى نكبر الحالة. عندنا لو نوايو بير نو دون
le noyau fils plus le positon, le noyau père, bien sûr, nous donne le noyau fils, le A, qu'on appelle bêta hado et pakimao. Donc, là, on a Z moins 1, bêta moins, bêta moins, contraire de Z plus 1, bêta plus, contraire de Z moins 1. Donc, et on a le positon de masse 0 et de charge plus 1, ce qui veut dire bêta plus. Bien sûr, plus une énergie et une bi'as taq. Très bien. Allez, t'as qu'à dire, 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 t'as qu'à Zid, là, l'émission d'un rayonnement bêta plus par un noyau n'est possible. هذا التفكك يكون إلا في حالة ni possible que si l'énergie disponible est supérieure à 1,022 ميجا إلكترون فولت. معناتها هذا التفكك بيتا بلس يكون إلا في حالة ما إذا كانت عندي الطاقة المتوفرة لتفكك النواة اللي كنت حكيت عليها في فيديو الإيجاز تكون أكبر أكبر طاقة الربط أو دالتا أو تكون أكبر من 1.022 ميجا فولت. معناتها لا ماس دو دوز إلكترون أي كتلة إلكترونين. Donc, le positon il présente une durée de vie très courte. Le positon est là-bas, il a une vie très courte. Une vie très courte, très courte, très courte, très courte. Le tefukuk est là-bas, il a une vie mu'tabara, kbira. معناتها كيف كيما بيطا موان نقدروا نفس الشيء نقدروا نوقفوه ببضعة سنتيمترات من الألومنيوم. نعطيكم كالكوز اكزمبل ان اكزمبل او دو اكزمبل. اونا لو بلوتو كاين لي اكزمبل في هذا كاين بار اكزمبل لو فوسفور 30 بي 30 لو فوسفور 30 Le phosphore 30 est un noyau radioactif, bêta plus. Yani, ou tefakuk, bêta plus. Wach yatina, le phosphore 30, yatina, silicium, SI. Le silicium 30, qu'on a l'aïb kakima, ou le 15, naqsu la habat, ou le 14, plus le positon. Plus 1. On a un autre exemple, on a le néon. Le néon 19. Le néon 19 avec Z est égal à 10. Ça nous donne le fluor. Fluor 19 et 9 plus un positon. On a aussi l'azote. L'azote 13. L'azote 13 avec Z est égal à 7. Ça nous donne le carbone 13. Z6 plus le positon. On a aussi le carbone 11. Le carbone 11. C'est-à-dire qu'on a dit le carbone 12, le carbone 14, le carbone 13. Carbone 11, ça nous donne le bor 11. 5 plus le positon. Très bien. Belek, la haste oubli, l'A, il n'y a pas Kimara. Kimara. كيما راهو والزاد نقسم بوحده نقسم بوحده نقسم بوحده نقسم بوحده وعطاونا كامل بوزيتون بيان سور انبعاث طاقه زائد انبعاث طاقه اي اونفا لو غيونمون او ديسكسيتاسيون غاما الاشعاع غاما
هذا ما نقولوش عليه تفكك، نقولو إشعاع. علاش دوك نقول لك؟ باسكو لي تروا تيب دو راديو اكتيفيتي ديكري، يعني ثلاث انواع اللي شفناهم الفا بيتا موان بيتا بلس، sont souvent accompagnés par l'émission d'un rayonnement électromagnétique très grand. يعني هذا اللي شفناهم اشعاعات التفككات الفا بيتا بلس وبيتا موان يكونوا اغلب الاحيان مصحوبين بانبعاث، بانبعاث ماذا؟ اشعاعات كهرومغناطيسيه كبيره بزاف، كبيره بزاف، اللي بارفوا سوبيريور ا سيل دي ريون اكس، يعني مرات تكون كبيره الاشعه اكس اي دو تري كورت لونغور دوند، دو تري كورت لونغور دوند دو 1 انغستروم ا 10 على بويسونس موان 4 انغستروم. بيان، دونك sont émis lors du passage d'un noyau d'un état excité à un état stable. Donc, معناتها واش حبيت نقول، هذا الإشعاع قام أعزائي الطلبة ينتج عن النواة المشعة أثناء مرورها من الحالة المثارة إلى الحالة أقل إثارة. دونك نشوف في المثال، يعني تكون حالة مثارة ومن بعد تفوت الحالة أقل إثارة، منها يتبعها هذا الإشعاع جاما. هذه الإشعاعات جاما كما قلت سابقا هي إشعاعات كهرومغناطيسية، طول الموجة تاعها من 1 أنغستروم إلى 10 قوة ناقص 4 أنغستروم، يعني كما قلت هي أكبر من أشعة إكس. طبيعة تاعها تكون من طبيعة الضوء، معناتها السرعة تاعها تكون تساوي سرعة الضوء. وهذا الإشعاع جاما دائما يرافق تفككات الفا وبيتا موا وبيتا بلس. نعطيك بار اكزومبل كيفاش نديرو، اون ا لو نوايو بير، عندنا هذا النواه تعطينا النواه الابن المثاره ا1 زد ا، نديرو لها هنا نجمه مثاره را، معناتها بلس بي A2 اي زد 2. طيب هذا النواة الابن المثارة زد 1 تعطينا إيكغريك، يعني تعطينا نواة مستقرة A1 Z1 plus gamma plus gamma. Très bien. معناتها في الأخير نتحصل على المعادلة التالية، أي اللي تلخص لنا كلش، A Z تعطينا Y A1 Z1 plus P A2 Z2 plus gamma. شوف معايا مليح، هذه النواة واش نسموها؟ هذه هي النوايو فيس إكسيتي، هذه نسموها لو نوايو فيس إكسيتي، معناتها النواة الابن المثارة، النواة الابن المثارة، وانا دايرينها نجمة، معناتها النواة الابن تكون هنا في حالة مثارة وتتخلص من فائض الطاقة تاعها بإصدار ماذا؟ بإصدار إشعاع جاما. فائض الزيادة تاع الطاقة اللي عندها باش تتخلص منه بإصدار إشعاع جاما. ومن بعد واش تولي لنا؟ تعاود تولي لهنا إلى حالتها الأساسية، يعني الحالة المستقرة، يعني تكون في حالة أقل طاقة، يعني هنا عندنا حالة أقل طاقة.
طريبي. لاحظوا معايا هنا الأ باقي كما هو والزيت باقي كما هو، معناتها الإشعاع هذا جاما لا يغير العدد الشحني زاد ولا العدد الكتلي أ، يبقى كما راه. إذن واش نقدر نقولكم باللي هذا الإشعاع جاما أعزائي الطلبة هو أقل تأينا لكنه شديد النفاذية، يعني صعيب باش توقفه، يعني هو أكثر نفاذا من الإشعاع بيتا، معناتها يحتاج 21 سنتيمتر تاع الرصاص باش توقفه، ولا يحتاج منك واحد أمتار تاع بيتون يعني الخرسانة للوقاية. على ذلك في بعض الدول لا تلاحظوا صانعين تحت الأرض، صانعين مباني تحت الأرض، السمك تاع الحيطان تاعها يكون في عدة أمتار، علاش؟ باش يوقفوا هذه لا راديو اكتيفيتي جاما في حالة ما إذا كانت هناك قنبلة نووية. الله يحفظنا ويحفظكم. بون، نعطيكم بعض الأمثلة. Par exemple, عندنا le cobalt, le cobalt 60 avec Z27 اللي شفناه من قبل. واش عطانا؟ عطانا لو نيكل، عطانا لو نيكل يعني النواة الابن المثارة، لو نيكل 60 يعني الأب بقى كيما راهو هنا. دونك مادام الأرا باقي كيما هو معناتها عندي هنا بيتا، معناتها عندي بيتا، ولا هنا الفانتويت يحب يقول الفانتسات زاد بحبة معناتها بيتا موا بلوس، يحب يقول عندي نيجاتون إلكترون سالب. يعني على حساب هذا هنا الأو الزاد نعرف لا عندي بيتا موا ولا بيتا بلوس، نيجاتون ولا بوزيتون. ها صح. ومن بعد هذا النواة المثارة واش عطاتني؟ عطاتني نيكل واحد اخر، نواة تاع نيكل بصح اقل استقرار، يعني ان اوتر نوايو مي بلو ستابل كو لو نوايو اكسيتي 28. طري بيان بلوس جاما، بلوس لينرجي جاما. دونك سي نقدر نكتب l'équation qui marque c 60-27 tatni ni 60-28 plus négaton plus gamma. Très bien. Un autre exemple, l'azote 16 bien sûr. L'azote 16 Z est égal à 16. Et attendez, le noyau fils excité oxygène 16, 8, plus, bon, 8 ça veut dire toujours un négaton. Voilà, ça veut dire bêta moins. Très bien. Donc, un nawet al-muthara hadi. تعطيني نواة أقل يعني مستقرة يعني أقل طاقة من الأولى، يعني عاقلة شوية، صحة هذه عاقلة ما عليناش، بلوس جاما إنرجي. دونك نكتب الإيكواسيون أون جينيرال سامو دون لازوت 16 دون الأكسجين 16 و 8 plus le négaton plus gamma 0,0. On finit la vidéo avec la radioactivité artificielle et on commence la vidéo avec les تحولات النووية الاصطناعية أو بما يسمى التفككات الاصطناعية، يعني يصنعوها في المخبر. Donc la radioactivité artificielle chez l'élève c'est une désintégration provoquée provoqué en bombardant des noyaux cibles qui marquent comme tu vois ça, en bombardant des noyaux cibles par des particules les en bombardant
يعني نضرب دي نوايو نوايو سيبل ايه اون بومباردون او بيان بار دي بارتيكول بومبارديو هادو لي نوايو سيبل اه يعني هذا التفكك ينجم عن ماذا؟ عن قصف الأنوية الهدف، هذه الأنوية الهدف، قصف الأنوية الهدف par des particules projectiles des particules ou bien on dit les projectiles معناتها نقصفها بماذا؟ بجسيمات اللي نسموهم قذيفة، جسيمات اللي بروجيكسيون هما القذائف، القذائف هذه القذائف تكون بروتونات نوترونات اش دو اش الفا الى اخره. وهنا أعزائي الطلبة لي لوا دو سودي سون فيريفي، يعني قانون السودي محفوظين، معناتها هي يحب يقول نقسم هذا النواة إلى يعني انقسام هذا النواة الثقيلة إلى نواتين أو أكثر. المعادلة تاعها تكون على الشكل التالي، معناتها طلعوا شوية هكا السبورة، معناتها تكون عندنا لا سيبل الهدف لو نوايو سيبل بلس القذيفة البروجيكتيل بي ان ا ان زد ا تعطينا النواة المتشكلة لو نوايو فورمي بريم اي ا بريم زد بريم بلس لا بارتيكول ايميز يعني الجسيم المنبعث اللي هو بي 2 ا 2 زد 1. دونك نكتبهم لك باش تشوف عليهم، هذه لو نوايو سيبل لا سيبل اللي هو الهدف الهدف الهدف، يعني كي نقصفوا حاجه بالسلاح ولا كي دربنا في التدريب العسكري عندنا الهدف تقصف، دونك تقصف بماذا؟ بالقذيفة اللي قريتها في التيرمينال، القذيفة ب الرصاصة إلى آخره. دونك هذه القذيفة اللي هي لا بروجيكتيل بروجيكتيل نقذفها بهذه، صح لا بروجيكتيل صح اللي هي القذيفة، عطاتنا لو نوايو فورمي لو نوايو فورمي اي النواة المتشكلة النواة المتشكلة طريق بيان، ومن بعد عندنا لا بارتيكول ايميز بارتيكول émise avec un SE أي الجسيم المنبعث الجسيم المنبعث. très bien donc cette notation cher élève de réaction bien sûr de réaction nucléaire peut être simplifiée ou abrégée comme يعني هذا الكتابة المعادلة نقدر أعزائي الطلبة نختصرها كما يلي، نقدر نكتبه على الشكل هذا X A Z بعد كبارونتيز P1 A1 Z1 بعد فيرغول بعد P2 A2 Z2 Z2 pardon Z2 on ferme la parenthèse et on a exprime A'Z'. يعني نقدر هذيك نختصرها في هذا الكتاب. Bon, je vais vous donner un exemple. Exemple.
On a l'azote 14, l'azote 14, Z7, plus le hélium, plus le hélium 4 et 2. هنا عندي, ici j'ai le projectile, c'est bien le hélium. Et la cible, l'azote. يعني عندي القذيفة هو الهيليوم. La balle, par exemple, la balle, c'est le hélium. La cible, l'hédef, l'azote. Donc, j'ai un noyau formé. تعطيني نواة تتشكل عندي نواة le O 17, 8, plus un proton H1, 1. L'hydrogène, c'est bien l'hydrogène ou un proton. Ça. Bon. On a le canon à soda. On a 14 plus 4, ça donne 17 plus 1. Donc 18, 18. 7 plus 2, ça donne 8 plus 1, 9 et 9. C'est bon. Pour la loi de Soddy, les lois de Soddy, c'est bon. Donc, on peut l'écrire sous forme de ou HE 4 et 2, virgule, proton 1, 1, oxygène 17 et 8. باش نختموا الفيديو أعزائي الطلبة, هذه التفاعلات النووية الاصطناعية أعزائي الطلبة وين يعني وين تستخدمهم, لأنك طالب جامعي كان اللي فيكم هنا راه يشوف الفيديو يقرأ في ميدسين, كان اللي راه يقرأ في الأخرى لا راديوغرافي, كاين اللي راح يتخرج في فارماسي, كاين بيولوجي, كاين الالكترونيك يتخصص في الالكترونيك ميدسين ميديسينال الانفورماتيك كذلك. الناس رايت شايف يعني يخدم مع مؤسسات كبيره كيختار عليهم ولا يتعاونوا في اختراع جهاز الكتروني حديث مع الاعلام الالي, يعني راه يتباع بالملايير, يعني دخل دراهم كبار. معناتها انتوما في التكوين القاعدي مشترك باذن الله, وربي يوفقكم ان شاء الله ابنائي بناتي اخواني اخواتي, يعني تخرجوا تخصص يعني تتخصصوا في ميادين يعني ما شاء الله. صح. اذا لمحة قبل ما نغادروا الفيديو بور كيتي لا فيديو, هذه التفاعلات النووية الاصطناعية اعزائي الطلبة وين نستخدمها؟ نستخدمها في البحوث, خاصة في البحوث الطبية, خاصة كذلك في التشخيص, في عملية التصوير الإشعاعي, في التصوير أكتشو الناس اللي راح يديروا التخصص هذا التصوير الإشعاعي, مش التصوير الإشعاعي لا راديوغرافي, التصوير الإشعاعي المقطعي, باسكو التصوير الإشعاعي وحده يسموه لا راديوغرافي, أما المقطعي يسموه لا تومودنسيتومتري, لا تومودنسيتو أني نكتب بالحرف باش ما نكرازيهمش الحروف تخي فوالا. كذلك نستعملوه هذا لا راديو اكتيفيتي ارتيفيسيال, التفاعلات اي النوويه الاصطناعيه وين نستعملوها؟ نستعملوها كذلك في او التفاعلات نستعملوها في سنشوف نسيت ايه في التصوير الطبقي للدماغ, التصوير لان راني نترجم من على بالي بها بالفرنسي, طبقي للدماغ اللي يسموه لا توموغرافي سيريبرال, لا
طو مو. اليوم راكم تقراو معايا وغدوه تولي تقرا في التخصص هذا واش راني نكتب لك ان شاء الله. سي غيبغال كذلك في العلاج الاشعاعي. العلاج تشوف اللي تحولت تفاعلات النوويه تخدم بها في العلاج الاشعاعي. علاج الاشعاعي لا راديو راديوثيرابي لا راديو تيرابي طريبيا. كذلك تستخدم في تدمير الخلايا السرطانية عافانا الله وإياكم واللي مريض ربي شافيه وتدمير الخلايا السرطانية يعني destruction des cellules cancéreuses. نكتبها لكم سامبل انا يا باش تفهموها. دي تروير يعني فسدها. دي تروير لي سيلول دي سيلول كونسيروز كون سي روز تري بيان. اذا معناتها في لي سيلول كونسيروز اعزائي الطلبه كاين جهات مختصه في هذا الميدان يعني يستعملوا هذه اشعه جاما. هنا خاصه يستعملوا اشعه جاما يعني فيما يخص هذا اللي ذكرناها الثانيه يستعملوا اشعه جاما اللي شفناها مقبلا اللي منبعثه من الكوبالت باش يعالجوا عافانا الله واياكم واللي مريض ربي شافي يعالجوا بها مرض السرطان. الفيديو راه قدامنا ساعة و11 دقيقة هكا ولا 12 دقيقة يعني فيديو راني يعني علاش ساعة لأني راني كيشغل أستاذي قري بالفرنسي وأستاذي قري بالعربية يعني صراحة والله راني نتعب من ذاك يعني في الترجمة يعني نجهد نجتهد باش نوصل لكم المعلومة باللغتين يعني باش ما تصيبش ان شاء الله انت ولا اللي جاي العام الجاي ولا العام اللي عليه ولا ما عندكش اشكال باذن الله. اذن اعزائي الطلبه الى ان القاكم في الفيديو المقبل ما تنساوش لاني نشوف الاقبال راه ضعيف وانا نشت الاقبال كيفاش فيديو كيما هذا الله يبارك اللغتين وفيه المعلومات وافيه صافيه نتحدى اي كان يقول لي كاين حاجه هنا يعني معلومات صحيحة والفيديو صحيح كومبلي. أنا ماني ندير ليكور ماني نخلص درهم بليكور ماني نقول لك خلصني يا أخي قلت لكم هذيك اللايك وباش نقر على لي بليبليسيتي هذوك يعني باش يدخلونا شوية درهم ما نديرهمش لا درت قل لي غير يرحم والديك أستاذ هذا مكة ما تديرش أنا أحتاج لأنه هذاك اللي لايك ما يدخلوش للجنة. زيد تاع الفيديو انا نديرهم ونتعبهم بعد نصيب دخلوا مام با 100 في وسط هذوك ال 100 بالك كاين اللي فضوليين تاع السنه الاولى ثانيه اللي راه يقراو في المرحله الثانويه ماشي الجامعيين. اذا نتوما ثاني شجعونا بارطاجيو هذو لي فيديو ما بارطاجيو ما نحتاجش لي في بارطاجيهم باش نعرف نفرح انا كي نسيب الناس راه يتبعني ما شاء الله نفرح هذا واش المقصود تاعي ما لي في ولا لي لايك هذوك ما هي. صح وقولوا لصحابكم ما تجحدش ما تجحدش لان الاجحاد باش تكونوا في الصوره اجحاد والتكبر على النعمه من اسباب الزوال تاعهم والفاهم يفهم. اذن الى ان القاكم في فيديو مقبل السلام عليكم ورحمه الله. اترككم في رعايه الله وحفظه كلمه مليحه هذه وكبيره وعظيمه دائما نقول لكم أترككم في من في رعاية الله. شكون الله عز وجل في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.